الإمام أحمد أبو عبد الله رحمهم الله تعالى لما ماتت زوجته يدعو لها كثيرا، فقالوا له يعني نسمعك تدعو لأم عبد الله كثيرا، فقال رحم الله أم عبد الله: والله لقد لبثنا 20 سنة ما اختلفنا في شيء. معقول يا جماعة واحد مع زوجته 20 سنة ما صار ولا مشكلة؟ يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم وهو نبي كما في الصحيح وقع بينه وبين زوجاته مشكلة، واعتزلهن شهرا كاملا، ثم نزلت آية التخيير: قل لأزواجك إن كنتن تريدن حياة الدنيا وزينتها فتعالين ومتعكن وسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله عد المحسنات منكن أجرا عظيما. فهي مشكلة صارت بينه وبينهن، وقع بينه صلى الله عليه وسلم وبين حفصة رضي الله عنها مشكلة مرة من المرات، فلما وقعت هذه المشكلة طلقها تطليقه، ثم نزل جبريل فقال: يا محمد إن الله تعالى يأمرك. قال: يا محمد طلقت حفصة وإنها صوامة قوامة، وإن الله يأمرك أن تراجعها، فراجعها عليه الصلاة والسلام. دل هذا أيها الإخوة على أن وقوع المشكلة أمر عادي. فالإمام أحمد رحمه الله تعالى لما قيل له: كيف أنت الآن تقول ما وقع بيننا مشكلة، كيف لم يقع بينكما مشكلة؟ فقال أحمد: كنت إذا غضبت راضتني، وإذا غضبت رضيتها. كيف؟ يعني كأن بينهما شعرة، إن شدت هي أرخى، وإن شد هو أرخت، واستمرت الحياة على مثل هذا الحال. أما إذا كان الزوج يقول لزوجته مثلا يخاصمها على أي شيء، مثلا أفرض أن صرخ عليها لماذا مثلا لم تعمل الغداء لضيوفي، تأخرت في ذلك، ولا الأولاد ما راحوا المدرسة اليوم، ليش أنت نائمة إلى الظهر وأهملت الأولاد، ولا أي أمر من الأمور، ولا أعطيتك مثلا 500 ريال مصروف للبيت وانتهيت في يوم واحد اشتريت حلويات ومدري إيش، إيش صار بينهما خصومة. فالرجل الآن يصرخ بها، الأصل أن المرأة ما دام أن الرجل يشد أن ترخي، لكن لو بدأت تقول: أنت أصلا بخيل، أنت أصلا ما تنفق علينا، شرها علم زوجك، أنا لو داري ما تزوجتك، أصلا يا ليتني تزوجت فلان اللي خطبني قبلك، أنت أصلا ما أنت برجال، أنت صارت بينهم مشكلة. وإن زادت على ذلك وبدأت تقول له: طلقني أحسن، طلقني، لا خذ الورقة اكتب طلاقي، لا أحسن، أقول إذا ما طلقها مو برجال، إذا ما طلقها أرخمها مو برجال. إذا وصل إلى هذه المرحلة وبدأت تصرخ به على مثل هذا الحال، طبعا أنا ما أقول طلقها ولا جيت ألقي الدرس عشان أخرب بيوتكم وطلقون حريمكم، لا، لكن الذي أعنيه أن الرجل في تعامله مع امرأته وتعاملها هي معه ينبغي أن ينتبه لمثل ذلك. فما أعجب رحمة خولة رضي الله تعالى عنها بزوجها وحبها له، وتعتذر تقول: يا رسول الله ترى ليس قصده يطلقني، يا رسول الله ما يقصد بهذا، ولا يريد طلاقي، ولا قصده، ولا ينويه. لاحظ مع أنه لم يذكر أن زوجها جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، إنما هي التي سعت. من الدروس أيضا في هذه القصة وفي هذه السورة أن الذي جاء يسأل هو المرأة، مع أن الذي وقع منه الفعل من هو؟ الرجل. الأصل هو الذي قال: أنت عليك ظهر أمي، أنت اللي روح أسأل، ما هو مثل بعض الناس الآن يعني يتساهل بمثل ذلك. أحيانا يستفتي بعض النساء تقول: يا شيخ أنا زوجي طلقني ثم رجعني، ثم الآن طلقني مرة ثانية ورجعني، والآن حلف علي بالطلاق وفعل ما حلف عليه، يعني قال مثلا: علي الطلاق إني ما أسافر، ثم سافر، فما الحكم يا شيخ؟ أقول: طيب إيش الحكم، هو اللي مطلق ولا أنت اللي مطلقه؟ تقول: لا هو اللي مطلقني. طيب خليه هو يسأل. تقول: يا شيخ والله صار لي فترة وأنا أقول له اسأل اسأل اسأل، يقول: لا ماني بسأل. طيب إيش الإهمال هذا؟ مدام أن الطلاق هو تلفظ به يكون على قدر مسؤولية كلامه. وهذا يا إخواني من تساهل بعض الناس أحيانا بمثل هذه الأمور الشرعية، أنك تجد أحيانا أن من لم يقع منه الأمر يكون اهتمامه وحرصه على السؤال والاستفتاء أكثر من حرص من أوقع الفأس بيده. فهذا أيضا أمر مهم، أن المرء ينبغي له أن يحرص على أن يستفتي وأن ينظر في أمور دينه قبل أن يتكلم بهذا. من أهم الأمور أيضا في هذه الآيات وهي تبين حال خولة رضي الله تعالى عنها
وهي تشتكي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، حتى قال الله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. فالمسألة المرأة تتقطع وهي تتكلم. النبي عليه الصلاة والسلام كان يرحم النساء ويحرص على الإحسان إليهن، كما قال عليه الصلاة والسلام: اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم، يعني أسيرات جعلهن الله تعالى تحت أيديكم، إلى آخر الحديث في ذلك. وفي الحديث الآخر كان عليه الصلاة والسلام يردد ويقول: خيركم خيركم لأهله، ثم يقول: وأنا خيركم لأهلي. وفي أحاديث أخرى أيضا كان صلى الله عليه وسلم يخطب بالناس في كان يخطب الناس في حجة الوداع، وكان يقول لهم: وفيهم الأسود والأبيض والكبير والصغير والعربي والأعجمي والغني والفقير، على أنواع الناس كان يردد بينهم: ألا واستوصوا بالنساء خيرا، ألا واستوصوا بالنساء خيرا، إلى غير ذلك من الأمور التي كان صلى الله عليه وسلم يؤكد عليها لأجل أن يبين جلالة الأمر فيما يتعلق بالتعامل بين الزوجين.